بغينا نعاونكم حنا كرؤساء، اعطيونا شنو نقولوا للحكومه، اعطيونا المعاناه، اعطيونا المشاريع، اعطيونا البرامج ديالكم باش يمكننا نطرحوها في البرلمان ونجتهدوا معاكم عليها. الرؤساء الله يجازيكم بخير، الرؤساء واسمحوا لي راه تينوب عليكم سي غبال، ولكن الشفقتان، ولكن انا تنأكد لكم ان احنا هنا باش نتعاونوا. انتوما حنا ماشي ديال مكناس او الرباط او العيون، حنا ديال المغرب، حنا وطنيين، حنا استقلاليين، حنا هما حزب الاستقلال. اللي كيتقلق منا، كيتقلقوا من كلامنا هاد الحكومه. علاش؟ لاننا تنهضروا بلسانكم. علاش كيتقلقوا؟ لانهم ما باغيينش الحقيقه. علاش كيتقلقوا؟ لانهم خصهم الناس تبقى في عالم غفلون، وهذا علاش ما تيبغيوناش. وكيف تيقول ديك المثل بالامازيغيه، وغايت في الزازيس غاساش كامل تيران.